جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إحدى المستمعات فضيلة الشيخ: عندي أخ لا يصلي غير الجمعة وشهر رمضان، وأنصحه ولكن لا يستمع لنصيحتي، كيف أرشده ليحافظ على صلاته علما بأن لديه نفسا متقبلة لذلك؟ جزاكم الله خيرا. أبلغيه بأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه كافر خارج من دين الإسلام، إلا إن كان القصد من السؤال أنه لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي في البيت ولا يترك الصلاة، فهذا تارك لواجب ولكنه ليس بكافر، ولكن يكون تاركا لواجب عظيم وهو صلاة الجماعة. أما إذا كان لا يصلي أبدا لا في البيت ولا مع الجماعة فهذا كافر بالله عز وجل وخارج من دين الإسلام، ولا تصح منه صلاة الجمعة ولا صيام رمضان ولا يصح منه أي عمل حتى يقيم الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة ليست بالأمر الهين، وإنما هي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأبلغيه بهذا وانصحيه لعل الله أن يهديه بذلك وأن ينفعه بذلك، وكرري عليه لعل الله أن يتوب عليه. وإذا كان له أقارب من إخوانه أو أقاربه فعليك أن تبلغيهم أيضا لينصحوه وينكروا عليه لعل الله أن يهديه. نعم.